العلامة الكبرى الثانية: نزول عيسى وهلاك الدجال. ومن بين أتباعه كما ذكرنا في الحلقة الماضية من اليهود والمشركين يريدون أن يضعوا أوصاف الدجال على نبي الله عيسى ليهيئ الناس على اتباع الكذاب الأعور. إنهم يركزون على العين اليسرى كعلامة مقدسة، فيريد أتباعه إضلال الناس بوضع أوصاف المسيح الدجال على المسيح عيسى عليه السلام. بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين فتقام الصلاة، فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح التف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال. ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد قرب بيت المقدس، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. ويتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا الغرخد، فإنه من شجر اليهود. متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجمادي. حجر وأشجار هناك بقدسنا، قسما ستدعو مسلما لجنادي. يا مسلما لله، يا عبدا له، خلفي يهودي أخو الأحفاد. حجر وأشجار هناك بقدسنا، قسما ستدعو مسلما لجنادي. يا مسلما لله، يا عبدا له، خلفي يهودي أخو الأحفاد. فاقتله طهر كربنا من رجسه، لا تبقي ديارا من الإلحاد. قسما بمن أسرى بخير عباده، وقضى بدائرة الفناء لعادي. لتدور دائرة الزمان عليهم، ويكون حقا ما حكاه الهادي. هذا يقيني وهو لي بل الصدى، والكأس غامرة لغلة صادي. لتدور دائرة الزمان عليهم، ويكون حقا ما حكاه الهادي. هذا يقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. ويفتح المسلمون بيت المقدس بإذن الله، وبفتح القدس تنتهي كل المعتقدات الخاطئة، ويحكم نبي الله عيسى كل الأرض بشريعة الإسلام. لكن بعد فرح المسلمين باسترجاع القدس، وبينما نبي الله عيسى يحدثهم، إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور.